وأيضا للوقوف عند آخر التطورات، لاسيما منها الميدانية والعسكرية. ينضم إلينا من رام الله مراسل حدث الزميل خالد القاسم. خالد، كما نتابع دائما بالنسبة للضفة، هناك دائما المزيد من الاقتحامات والاعتقالات بالعشرات. حدثنا أكثر عن آخر التطورات في الضفة. عمليا جزيل، الأحداث في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية تكاد تكون مقتصرة على اقتحامات وحملة اعتقالات واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي. كما ذكرت جزيل في الخبر، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي بلدة سيلة الحارثية وبلدة يعبد وبلدة اليامون شمال الأراضي الفلسطينية، ولكن كان الاقتحام الأعنف والذي استمر لساعات لبلدة كفردان، حيث كان هناك إطلاق نار باتجاه الفلسطينيين الذين فجروا عبوات ناسفة محلية الصنع في الآليات العسكرية الإسرائيلية. ولم تصدر وزارة الصحة أو الهلال الأحمر الفلسطيني أي بيان حول إذا ما كان هناك إصابات خلال هذه المواجهات. شهود العيان أفادوا بأن الوحدات الهندسية التابعة للجيش الإسرائيلي أخذت قياسات منزلين في بلدة كفردان تمهيدا لهدمها. الاعتقالات الأوسع كانت في جنوب الضفة الغربية وتحديدا في بلدة دورة، لكن حتى هذه اللحظة لا بيانات حول عدد المعتقلين. ولكن كنت أود يعني أن أطرح عليك هذا السؤال، ولو بقدر تقريبي خالد، خاصة وأن لائحة الاعتقالات يعني هي في ارتفاع مستمر. نعم جزيل، بحسب المصادر الفلسطينية عدد المعتقلين بالعشرات، ليتجاوز بذلك عدد من اعتقلتهم إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي 2500 معتقل فلسطيني. كما تعلمين جزيل، منذ 7 أكتوبر الماضي لا محاكم إسرائيلية تنظر في قضايا المعتقلين الفلسطينيين، لذلك تقوم إسرائيل بسجن الفلسطينيين تحت بند الاعتقال الإداري، أي زجهم في السجون بدون تهمة أو بدون عرضهم على المحاكم. ومن كانت مقررة له محكمة ما قبل 7 أكتوبر يحاكم عبر الفيديو كونفرنس، ولكن بدون زيارات للمحامين، بدون زيارات للأهالي، بدون أي تواصل مع العالم الخارجي. حرمان الأسرى من الكانتينا وهي الشراء من بقالة السجن، حرمانهم من الفورة وهي الخروج لوقت قصير جدا لمدة نصف ساعة أو ساعة إلى باحات السجن. كل هذه الإجراءات الإسرائيلية الجديدة ترى فيها هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني إجراءات انتقامية وعقابية بحق الأسرى الفلسطينيين تصاعدت وتيرتها منذ 7 أكتوبر الماضي. نعم، أيضا يعني في سياق الحديث عن المعتقلين لابد يعني من الإشارة إلى أن هناك منذ 7 أكتوبر 5 من المعتقلين في مقتبل العمر قد توفيوا. هل من معلومات، خصوصا وأن هناك يعني تواتر معلومات تفيد بأنهم قضوا بسبب أمراض، هل يعقل 5 في مقتبل العمر؟ هل من معلومات إضافية لديك؟ المعلومات الوحيدة هي إما بيان مصلحة السجون الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي أو بيان نادي الأسير. مصلحة السجون الإسرائيلية، الحالات الخمسة كانت نفس السبب، بأن الأسير شعر بوعكة صحية، نقل إلى عيادة السجن وأعلن طبيب العيادة بأنه فارق الحياة. نادي الأسير الفلسطيني قال في أكثر من بيان، وهيئة شؤون الأسرى أيضا قالت في أكثر من بيان، بأن مصلحة السجون أو المحققين في السجون الإسرائيلية تعمدوا قتل أو اغتيال هؤلاء الأسرى الفلسطينيين، ولكن لا تحقيق رسمي ولا تواصل رسمي أصلا مع الأسرى الفلسطينيين للاطلاع أو لجمع مزيد من الشهادات، سواء من نادي الأسير أو من الهيئة شؤون الأسرى أو من المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية التي تعنى بهكذا قضايا.
شكرا لك خالد لكل هذه المعلومات. على كل حال سنكون في متابعة لأي تطورات جديدة من رام الله. كان معنا مراسل الحدث الزميل خالد القاسم.